الولد كمان ليه احتياجات غير البنت، وبيبص لأبوه دايما وبيتوقع إن أبوه يسد الاحتياج دي. طب تعالوا نشوف مع بعض الكليب الجاي وإيه احتياجات الولد من أبوه. أنا محتاج بابا يلعب معايا، يعلمني إني ممكن أكسب وممكن أخسر، يعلمني إزاي أساعد في البيت، يعلمني إزاي أتكلم مع البنات بحنية ومفيش فرق بين الراجل والست، يعلمني إزاي أعتذر لما أعمل حاجة غلط، ياخدني معاه رحلات الصيد، يسمعني لما أتكلم معاه، يشجعني لما أكون محبط، يشجعني إني أسمع رأي الناس وآخد بالنصيحة، يقول لي إنه فخور بيا، لما أغلط دي مش نهاية العالم لكن أتعلم من أخطائي. أتمنى بابا يساعدني في اتخاذ قراراتي، يعلمني إزاي أتحكم في غضبي، يعرفني إن أنا مش دايما صح، يعلمني إني مهما فشلت لازم أحاول تاني، يعلمني إني أواجه صعوباتي بثقة لأن ربنا معايا، يعلمني إزاي أكون زوج صالح في المستقبل وأتحمل المسؤولية، أفكر في غيري قبل ما أفكر في نفسي، يعلمني كمان أعتمد على نفسي، يعلمني إزاي أضحك وأتمتع بالحياة، يعلمني إزاي أقبل التأديب. أتمنى بابا يعرفني إنه دايماً جنبي مهما كانت الظروف، يعرفني إنه قلبه دايماً مفتوح وأقدر أتكلم معاه في أي موضوع، يساعدني إزاي أحط أهداف لحياتي وإزاي أحققها، يعرفني إنه حبه ليا غير مشروط، يعلمني إن في وقت أكون قائد وفي وقت أكون تابع، إن البيت أساسه الحب والتفاهم. أتمنى بابا يساعدني في تنمية مواهبي، يعلمني إن أتحمل نتيجة أخطائي، إني أدي أكتر من أنا آخد، إني مش لازم أكون متحكم في الأمور، يعلمني إن أنا ممكن أعيط، يعلمني إن القوة في الغفران، يعكس صورة الأب السماوي. قد إيه الكليب ده رائع وقد إيه إنه جميل، وبيعبر فعلا عن احتياج الولد لأبوه. الولد محتاج أبوه، وممكن تكوني شايفة الزوج مش قايم بدوره كأب. ابتدي صلي، ابتدي صلي وهتشوفي تغيير، هتشوفي تغيير في حياته زي ما شفنا في المكالمة اللي جت من الأخت بتاعت كندا إن الصلاة عملت فرق.